يشهد استغلال تنظيم داعش للأطفال كانتحاريين بعد تجنيدهم في صفوفه يشهد معدلا غير مسبوق بحسب ما خلصت إليه دراسة جديدة لجامعة جورجيا الأمريكية، حيث ارتفع معدل الهجمات الانتحارية للأطفال والشباب بمعدل 3 أضعاف في يناير الماضي مقارنة بالشهر نفسه في عام 2015. وبتحليل البيانات وجد التقرير أن هؤلاء الأطفال يأتون من 14 جنسية مختلفة، وتتراوح أعمارهم بين 12 إلى 16 عاما. ووفقا للدراسة تضاعف معدل قتل الأطفال الأقل من 18 عاما المستغلين من قبل داعش، إذ تم استخدام 39% منهم ليسوقوا أو يقودوا سيارات وشاحنات مليئة بالمتفجرات في هجمات انتحارية، فيما لقي 33% حتفهم في هجمات برية. أحد معدي دراسة أشار إلى أن ما فاجأه أن داعش كان يستغل الأطفال بشكل مماثل تماما لجنوده من الرجال البالغين، وقال إنه لا يستخدم الأطفال فقط لإنعاش صفوفه ولا لشغل أدوار لا يتمكن البالغون من القيام بها، وأضاف أن الأطفال والشباب لا يحصلون على أي معاملة مميزة، بل يزج بهم داعش في صفوف القتال مثلهم مثل أي رجل راشد. معي من النجف فاضل الغراوي، عضو مفوضية حقوق الإنسان. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد فاضل. اليوم عندما نتحدث عن هكذا تقارير تتحدث عن ارتفاع ملحوظ بالهجمات الانتحارية للأطفال بصفوف داعش، هذا كيف تتعاملون معه كمفوضيات حقوق الإنسان؟ مساء الخير سيدتي. الموضوع تجنيد الأطفال يعتبر أحد الجرائم الخطيرة التي تقوم بها عصابات داعش الإرهابية، والمفوضية أشرت ارتفاع كبير وملحوظ على قيام عصابات داعش الإرهابية منذ عام 2014 ومرورا بعام 2015 بتجنيد الكثير من الأطفال بغير تنفيذ هجمات إرهابية أو هجمات انتحارية. المفوضية أيضا كانت تشخص أعداد الأعمار التي كانت تجندها عصابات داعش الإرهابية. الأعمار تتراوح من عمر 5 سنين إلى عمر 15 سنة. جنسيات الأطفال اللي تم تجنيدهم هم من العراقيين الذين تم خطفهم من ذويهم بغية تأمين جانبين. الجانب الأول كان يتعلق أن يكون هناك مورد اقتصادي آخر لعصابات داعش الإرهابية من خلال التفاوض مع ذوي الضحايا بمبالغ كبيرة جدا، والموضع الآخر يتعلق باعتبار الأطفال رهان وبالتالي إجبار ذويهم بعدم القيام بأي فعل تجاه عصابات داعش وتواجدها في هذه المناطق. بالفعل عصابات داعش الإرهابية جندت أكثر من 1250 طفل، استخدمت 4 معسكرات في الموصل، استقبلت الكثير من المدربين من خارج العراق، من عصابات داعش من سوريا ومن الشيشان ودول عربية ودول أجنبية أخرى حضروا إلى هذه المعسكرات، قدموا للأطفال مجموعة من التدريبات العقائدية والفكرية التي تتعلق في موضوعات الجهاد وموضوعات الاعتبار الأديان الأخرى الموجودة في العراق، العدل الأول لأهل الأطفال. في نفس الوقت كانت هناك تدريبات على قضايا القتل وعلى قضايا الذبح وقضايا كيفية استخدام السيارات المفخخة والأحداث الانتحارية، وبالفعل تم تطبيق هذا الموضوع داخل المعسكرات، وقام الأطفال بذبح أكثر من 12 مدني وقطع أنفسهم باعتبار أن هذا التدريب قاموا بعصابات داعش تجاه هذه الأطفال. نعم. قسم من الأطفال قاموا فعلا بعمليات انتحارية في صلاح الدين وفي فلوجة، قسم من الأطفال وصلوا إلى بغداد لكن قدموا أنفسهم للقوات الأمنية بعدما انتشلوا بعملية التفجير، وبعد تدقيق الهويات الخاصة بهم تبين أنهم من سوريا تم استقبالهم أيضا ودخلوا في هذه المعسكرات وتم تقديمهم منفذين هذه العمليات، خاصة بعد ارتفاع الخطر لدى الانتحاريين في عصابة داعش الإرهابية، وبالتالي كانت القضية تتجه إلى الأطفال الأطفال يمثلون اليوم مساحة بيضاء ممكن قيام عصابات داعش بعملية غسل الأدمغة وتجنيده بصورة مباشرة أو مباشرة. بالضبط، يعني أسهل إقناع هذه الفئة يعني بسبب عدم الوعي عدم نضج كما يحلل
البعض. سيد فاضل، اليوم يعني مصدر بيانات الدراسة هذا الذي الدراسة هذه التي نتحدث عنها إعلانات داعش ترويجية بشأن الأطفال، ورأينا طبعا العديد من الفيديوهات على مواقع التواصل، يعني وكأنه تنظيم أو هو كذلك تنظيم لا يخجل بهذا الموضوع. اليوم إذا تحدثنا فيما يتعلق بحقوق الإنسان، كيف يجب التعامل مع هذا التنظيم من ناحية استغلال الأطفال تحديدا، خاصة إذا ما قارنا بحالات أخرى حدثت على مر التاريخ، وكيف تم التعامل معها؟ نعم، هو لا يوجد خجل من هذا التنظيم باتجاه قضية تجنيد الأطفال. تجنيد الأطفال اليوم اعتبر برسالة واضحة لكل العالم عبر فضائيات، عبر فيديوهات، أنه هذا جيش الخلاف، وهذا الجيش يتضمن مجموعة من الأطفال تم تجنيدهم على هذا المستوى. وبالتالي هذا جيش الخلافة هو جيش مساند لأطفال داعش، وهو أحد أذرعته القوية التي قامت بها في العراق وفي أفغانستان سابقاً، وكانوا يسمى سابقا طيور الجنة، الآن تم تغييره إلى جيش الخلافة، وبالتالي اليوم يعتبر أحد الأذرع الانتحارية لعصابات داعش الإرهابية. وهذا الموضوع يعتبر من الجرائم الدولية، من جرائم الإبادة الجماعية والجرائم الإنسانية، وهو يخالف اتفاقية خاصة في موضوع الطفل التي أنشأت الأمم المتحدة في عام 1989. وبالتالي أيضا المفوضية كان هناك مطالبة إلى السيد الأمين العام للأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن الدولي بإحالة ملف عصابات داعش الإرهابية إلى المحكمة الجنائية الدولية كونها ارتكبت في العراق جرائم تصل إلى مصاف جرائم الإبادة الجماعية والجرائم الإنسانية، ومن أهم هذا الجرائم قضية تتعلق في موضوع تجنيد الأطفال على وجه الخصوص. يطول الحديث حقيقة بهذا الموضوع الذي لطالما لاقى إدانات عديدة. أنا أشكرك جزيلا من النجف على هذه المشاركة معنا، فاضل غراوي عضو مفوضية حقوق الإنسان، شكرا.